وامك تسمع كلامها ليه؟ واحنا نمشي ورا كلام الحريم؟ قول لها ما تجيش. الله، امك الحاجه تزعل. بدريه اشتكت لها وقعدت تعيط وقالت لها على اللي انت عملته معاها. الله، وبعدين مالكش دعوه، انا هوصل الحاجة. وبدريه تشتكي لام ليه؟ انا هقطم رقبتها. امال هتشتكي لمين يا سعداوي؟ بدريه مننا وعلينا، قريبتنا ويتيمه، ابوها المعلم ابو الخير الله يرحمه ابن عمة امك، يعني الحاج امك في مقام امها بالظبط. طب عليا الطلاق. اوه طلاق ايه بس؟ ما انت طلقت مره واتنين قبل كده ورديتها، الثالثه تابتها يا سعداوي. وقالها ثالثه ولا بتاع مدغور في 60 داهيه. يا سلام، واولادك محروس وامنه تسيبهم يضيعوا يا سعداوي؟ اسمع كلامي، اسمع نصيحتي، ما تخليش الشيطان يجرك لسكه الندم. الولاد هيعيشوا احسن عيشه وهيتربوا احسن تربيه وكل طلباتهم لمؤاخذه مجابه. ما ينفعش كده، لازم الحريم تتعامل بالشده. بالليل بالليل، مش بالشده يا سعداوي، الشده تكسر. ما تكسر، اكسر لها ضلع يطلع لها 24. ايوه، لان مؤاخذه انت مش فاهمك في الحاجات دي، انت لا متجوز ولا عندك عيل، هتفهم انت في الحريم ازاي راجل؟ مبروك يا عفان. الله يبارك فيك ويخليك. تو ما حسيت ان شريف ناجح. لا والنبي، بتزعل مني يا راجل؟ عيب ما تقولش كده، انا عمري ازعل منك. احنا اخوات يا عفان، ظهر في الدنيا ماليش حد غيرك. اه، عشان كده بقى نزعل من الدنيا دي كلها وما ازعلش منك. ربنا يخلينا لبعض ويخلي لك نور ويرزقك بالولد الصالح. بقول لك يا اخويا، النهارده باذن الله تجيب الجماعه ونور ونتغدى مع بعضنا. يمين بالله العظيم لو ما كنت جيت انا كنت رايحنا. ماشي، بس خليها بعد الظهر عشان يعني تكون كمان جاهزه. وما يا سيدي، بعد الظهر الصبح زي ما انت عايز. المهم نتجمع مع بعض زي زمان. شريف طلع الاول. امسك يا صباح. ايه دول يا حسن؟ مش مدكن حاجه؟ والنعمة الشريفة ما مدكن أي حاجة. إيه ده؟ أنت هتقلبيني ولا إيه يا صباح؟ وإيه دي؟ أحطها في عينك بقى؟ أنت كنت بتشتغل مخبر قبل كده ولا إيه؟ لا يا خفيف، من كتر ما اتعودت على أبويا يقلبني لغاية لما آخد الفلوس اللي بكيفي. طب فوتي حاجة؟ لا، شديلك بعينك. عشان الشاي ودخان يا صباح. الشاي وبتشربه بقلوشي من عند عم خمسينة، ولا باب النجار مخلع يا ابن خمسينة؟ طب ودخان يا صباح؟ طول النهار بيقولوا في الاذاعه والتلفزيون والشوارع انه مضر بالصحه. ايه، نكذب الحكومه؟ لا لا، هكذب الحكومه ولا هتصدقها. اقعد على القهوه ازاي بس يا صباح؟ انا راجل حر، عمري في حياتي ما سكحت على حد ولا خليت حد يتفاعل حتى شيلي. لازمتها ايه بس القهوه؟ بتضيع وقتك وصحتك. واشوفك ازاي بس يا بنتي؟ امل عينيا منك ازاي؟ ما انت عارفه صباح، لو طلعت العم حنفي هيديني كلمتين في جنابي يسمموا بدني. ما احنا بنشوف بعض في السوق. مش كفايه، مش كفايه يا صباح؟ ده انا الود ودي ان انا ما اغمضش عينيا لحظه واحده عشان صورتك ما تفرقش خيالي. يا حبيبي، طب عشان خاطر كده بقى ادي ربع جنيه بحاله اهو تصرف فيه اسبوع. ربع جنيه؟ كل الكلام الجميل ده يا صباح بربع جنيه؟ ده انت كريمه جدا. هو انا بعمل كده ليه؟ إذا كان الود ودي عايز أطلع عين من عينيا وأديها لك. بس أعمل إيه؟ لازم نخلص من النار اللي إحنا فيها دي، ولا هنعمل زي اللي رقصوا على السلم، لا اللي فوق شافوهم ولا اللي تحت شافوهم. ترقصي فين يا بنت؟ والله العظيم كنت قطعت رقبتي. إيه ده؟ أنت صدقت؟ ده مثل بيقولوه. ما تزعلش كده قوي يا أبو علي، في إيه؟ آه بحسب. ترقصي لي أنا لوحدي. في بيت يا بنت. عينيا الاتنين يا أبو علي. قوليلي. هم وصلوا كام دلوقتي؟ لا والله ما انا قايلها لك عشان ما يتقلش بركتهم. طب عشان خاطر يا صبوح؟ عشان خاطرك يا هانم. لغايه دلوقتي محوشين 1400 جنيه. اللهم صل على النبي. يعني فاضل 600 جنيه. شد حيلك انت وربنا يسهل بالباقي. اكتر من كده يا شحروره؟ ده انا حيلي اتقطع. ايه ده؟ من اولها مش انت اللي بتقول هنقف قدام الريح ولا تهزش؟ اه طبعا يا صبوحه. ده انا عشان خاطر عيونك الدبالي دي اعمل اي حاجه في الدنيا. يلا يا كذاب يا ونطج. والله ما كذاب ولا ونطج. استنى بس يا صباح اسمعيني. بقول لك ايه، تعالى بيفطروا اهو، تعالى افطر معاهم. انا كال. وعلى
وعايز الحق عربيات التفاح عشان عطلها. هي اللي عربيتها هتطير. أيوة. بقول لك لومه وبعدين امشي. انا اتاخرت ومش عايز اسمع كلمه كده ولا كده. خلاص يا سيدي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. خد يا سيدي امشي. ايه ده كله؟ ما انت شقيان بقى ولازم تاكل. الله الله الله، غير كمان؟ ايوه. خد. تسلمي لي يا صبوحه. ما تنساش تشرب الشاي. حاضر. على فكره انا عامله لك اكله تاكل صوعك وراها. عامله لك محشي تاكل وما تتنحش. صباح الخير. صباح الخير يا صبوحه. افطاري كلي. كلي اكل حلو طعميه. كل طعميه. يا حسن يا خويا.